وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل دولة السنغال السيد رئيس المجلس. الوفد السنغالي يرحب بهذا التقييم الذي تم هنا في مجلس الأمن وهذه المناقشات حول منع وصول الأسلحة للإرهابيين، وأهنئ الوفد المصري على نجاحه في صياغة هذه المسودة، وإن الوفد السنغالي يعرب عن دعمه وشكره كذلك لهذا العرض الرائع وجودة هذا القرار وهذه اتفاقية، وحاجتنا لمنع بكل الوسائل الممكنة الإرهابيين من امتلاك السلاح ووصوله إليهم، هذه الأسلحة سواء الأسلحة التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل، كافة أشكال الأسلحة المتقدمة. أود أن أشكر كذلك السيد يوري ممثل والسيد مانويل على مشاركتهم. حقيقة إن الجماعات الإرهابية التي تحصل على تلك التمويلات، وكذلك يجب أن تكون هناك وسائل اتصالات جيدة لمنع استخدامهم لوسائل الإنترنت، ويجب أن تكون كذلك نضع أيدينا على كل الوثائق وعمليات التجنيد التي يستطيعون القيام بها. وبعد كل هذه الأمور فإن الإرهابيين يتطلعون إلى الحصول على السلاح وعلى كل الوسائل التكنولوجية من أجل تنفيذ عملياتهم الإرهابية، ومن ثم فإن مجلس الأمن يأمل أن يعطي هنا ويلح على يؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي من خلال اتخاذ وتبني قرارات في مجلس الأمن فيما يتعلق بالقرار 2195 والقرار 2171 المتعلق بمواجهة الجماعات الإرهابية والقوانين الدولية وإطار العمل ضد الإرهابيين، وكذلك الحظر، وقد ساعد إلى حد ما على إيجاد حظر على بعض الجماعات الإرهابية. السنغال تؤيد القرار رقم 2370 والذي تم الاتفاق عليه بالإجماع اليوم، والذي سيساهم بحد كبير ضمن جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب. مرة أخرى أشكر الوفد المصري على صياغته لهذه المسودة وهذا القرار. السيد الرئيس، مجلس الأمن يعيد تأكيده هنا على حظر أي وسائل دعم للإرهابيين والكيانات أو الأفراد المتورطين في أعمال إرهابية، سواء من خلال التخلص من أي وسائل مد للسلاح لأولئك الإرهابيين. ومن خلال هذا القرار نطلب كأعضاء دول أعضاء على ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات حاسمة لمنع وصول السلاح لأولئك الإرهابيين، ومن أجل تأمين عدم وصول هذه الأسلحة سواء الصغيرة أو الخفيفة، وبناء قدرات من خلال إطار قانوني، وكذلك فيما يتعلق بالموضوعات الفنية ومراقبة الحدود. نحن كدول أعضاء نساعد على إيجاد برامج تمنع أولئك الأصوليين والإرهابيين من امتلاك الأسلحة، وأن القرار يعطي اهتماما هنا على عديد من الأسلحة سواء التقليدية أو الأسلحة المتقدمة أو أسلحة الدمار. هذا القرار الذي يضع الحظر على الأسلحة وكذلك طرق استيرادها وتوريد السلاح كذلك أو تصديره، إن الوفد السنغالي يؤيد هذا القرار الذي تم تبنيه، وهو يعطي مجالا والتزاما من جانب الدول الأعضاء أن تعمل بكافة الوسائل لمنع نقل السلاح بصورة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة للوقوع في أيدي الإرهابيين، و
تهريبه عبر الحدود كذلك. هذا الالتزام يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحظة يجب أن نكثف من ونعبئ فيها من جهودنا لمواجهة أولئك الكارهبيين من الحصول على السلاح. نحن وفي دولتنا نعاني من نقص هذه البرامج لمواجهة هؤلاء الإرهابيين في دولة في منطقة إقليمية بها صراعات وكثيرة. والتقرير الذي يتعلق أيضا بعمليات داعش على المستوى الدولي والخطوات التي تم اتخاذها من جانب الأمم المتحدة لمساعدة الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات ومواجهة أولئك الإرهابيين سواء في عدة دول، فإن ذلك يمثل أهم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي. With the multiplication of conflicts around the world, ومع تزايد الصراعات في العالم خاصة في دولة في إفريقيا، فإن تلك الجماعات التي تحقق أرباحا طائلة من وراء جراء هذه الأسلحة وتهريبها وتحقيق هذا الدمار وتهريبها عبر الحدود، هذا هو السبب الذي يؤدي إلى تفاقم تلك الصراعات. يجب أن نتحد جميعا ضد هذا الإرهاب والجماعات الإرهابية واستراتيجياتها إقليميا ودوليا. وهذا ناقوس قطر يجب أن نضعه في اعتبارنا من الأهمية أن تكون هناك وسائل قوية ويقظة وفعالة ومن خلال برامج مراقبة تضمن عدم تهريب هذا السلاح وتعبئته. السيد رئيس المجلس، هذا تحدي يتطلب من المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن باتخاذ خطوات وضمانات من أجل تحديد تناسق مع هذه المنظمات ومع هذه القرارات، ومن خلال تبني قرارات خاصة القرارات الصعبة من أجل تنفيذها. لن نستطيع دون ذلك أن نواجه أويلات هذه العمليات وهذه المآسي دون جهود موحدة للمجتمع الدولي للعمل سويا. يجب أن خاصة فيما يتعلق بلجنة مواجهة الإرهاب وأدائها ودورها، ألهام جدا في اتخاذ خطوات لتنفيذها ومن خلال التفويض الجمعية العامة والتنسيق أيضا من أجل كافة كياناتها التي تعمل من أجل، وهذا الفريق الخاص الذي يعمل من أجل صياغة قوانين لمواجهة الإرهاب وإيجاد اتزان بين كافة استراتيجيات مكافحة الإرهاب داخل المنظمة وداخل مجلس الأمن. سيد رئيس المجلس، وفي نهاية كلمتي، إن الوفد السنغالي يود هنا أن يشير إلى أهمية عمليات نشر تداول المعلومات ومن خلال منع تبادل ونشر هذه المعلومات التي يستفيد منها أولئك الإرهابيين وسوء استخدامها على الدول الأعضاء. هنا أن يكون لديها Support must also be provided for victims of terror. دعم واستراتيجية لمواجهة الإرهاب ودعم الإرهابيين. إن النظريات التي تتم من خلال اجتماعات إقليمية And this helps with the awareness raising and training. هذا من خلال التدريب. أنا هنا ممثلا عن وفد السنغال أقر مرة أخرى بهذه الجهود لمكافحة الإرهاب، وأنه يجب أن نوحد جهودنا ونتبنى كافة الاتفاقيات الدولية التي تحث على مواجهة الإرهاب والمسودة التي تم تفاوض من أجلها داخل الأمم المتحدة والاتفاق عليها. شكرا جزيلا، شكرا على ممثل السنغال.
و